أنا هون لموجودة لأسمعك. تتلقى غادة على خط الحياة لإمبريس اتصالاً من شاب لبناني يعيش أزمة نفسية ويفكر بالانتحار، تصغي إليه وتدون ملاحظات تستعيدها أثناء الحوار معه. يكونوا عم يتوجعوا ما عندهم حدا يحكيوا، نحن موجودين بس لنسمع لنحس مع الآخر اللي هو بنوع من أزمة في درجة استرس. بأول المكالمة نحن بنسأله، مفروض آخر المكالمة كمان مطرح عليه ذات السؤال مفروض يكون خف. 45 متطوعاً يصغون إلى المتصلين ويعبرون عن تعاطفهم من الساعة 12 ظهراً وحتى 2 ليلاً، أشخاص تدربوا على مهارات تمكنهم من التواصل وتقييم خطورة أفكار الانتحار لدى المتصل. عم بيأمن تواصل مع هذا الشخص اللي ممكن يساعده بالتفكير بالأمور بطريقة مختلفة. الشخص اللي بيفكر بالانتحار ما بيكون فعلا بده ينهي حياته، بس هو بده ينهي وجع أو ألم معين. الاتصالات اللي بتجينا ممكن تجي نتيجة ضغط حياتي معين. 143 حالة انتحار في لبنان خلال العام 2017، ما يعني أن شخصا واحدا ينتحر كل 3 أيام تقريبا في لبنان وفق بيانات قوى الأمن الداخلي. ترى إمبريس أن هذه الأرقام أقل من الأرقام الحقيقية. في كتير بعد وصمة متعلقة بموضوع الانتحار، فما بيتم توثيق الانتحار عند كل الأشخاص. 1 كل 4 أشخاص بلبنان رح يتم تشخيصه بمرض نفسي بحاجة لعلاج. خلال 3 أيام تلقى خط الحياة لإمبريس أكثر من 60 اتصالاً، ما يؤكد أهمية هذه المبادرة. الأهم بالنسبة إلى الجمعية تعزيز التوعية حول الأمراض النفسية التي تمثل سبباً أساسياً وراء قرار الانتحار.